حدثناه شيم أخبرنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جد مئة والرجم حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في تاسعة وسابعة وخامسة يعني ليلة القدر حسن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال خالد أحسبه ذكره عن أبي أسماء قال عبادة بن الصامت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ستا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعضد بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف فمن أصاب منكم منهن حدا فعجل له عقوبته فهو كفارته وإن أخر عنه فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه حدثناه شيء عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن ابي الاشعث عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه شعبه عن خالد قال سمعت ابا قلابه يحدث عن ابي الاشعث عن عباده بن الصامت قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء أو على الناس فذكر معناه. حثنا محمد بن سلمة عن أبن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: تقرؤون؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: لا عليكم. أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد: ان يخبرنا بالليله القدر فتلاح رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وانا اريد ان اخبركم بالليله القدر فتلاح رجلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعه او السابعه او الخامسه حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هاني العنسي حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب أغفر لي أو قال ثم دعاه استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني وحميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة على أصحابه وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر فذكر الحديث الحديث إلا أنه قال فاطلبوها في العشر الأواخر في تاسعة أو سابعة أو خامسة حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ أن جنادة بن أبي أمية تحدثه عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من عمل حدثنا الوليد حدثني ابن جابر أنه سمع عمير بن هاني أن يحدث بهذا الحديث عن جنادة عن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال أدخله الله تبارك وتعالى الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء دخله حثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رواية يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حنى سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم قرا الايه التي اخذت على النساء اذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تبارك وتعالى عليه فهو إلى الله أن شاء غفر له وإن شاء عذبه قال سفيان قال لي الهذلي أحفظ لي هذا الحديث وهو عند الزهري قال لي الهذلي أبو بكر لم يروي مثل هذا قط يعني الزهري حدثنا سفيان عن يحيى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت سمعه من جده وقال سفيان مرة عن جده عبادة قال سفيان وعبادة نقيب وهو من السبعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو لائمين قال سفيان زاد بعض الناس ما لم تروا كفرا بوحا حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلامين الأعرجي عن المقدام بن معدي كريبا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبن امرأة عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن ابن امراه عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حان اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي الاشعث قال كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء. فقال عبادة بن الصامت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ، إلا سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فقد أربى» حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن المصبح أو أبي المصبح عن ابن السمط عن عبادة بن الصامت قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه فقال من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والبطن والغرق والمرأة يقتلها ولدها جمعاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغازي عن عبادة بن نسين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل القاتل في سبيل الله تبارك وتعالى شهيد والمطعون شهيد والمبتون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد يعني النفساء حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها. قال: فقال رجل: يا رسول الله فإن أدركتها معهم أصلي. قال: إن شئت. حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له حدثنا عفان حدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى ، في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك؟ قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ، أو ترى له. حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة. عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها.» حدثنا يعمر يعني ابن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت قال: "كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس سيجيء أمراء يشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها فصلوا الصلاة لميقاتها." فقال رجل: يا رسول الله ثم نصلي معهم قال: نعم قال عبد الله قال أبي رحمه الله وهذا الصواب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة فذكره قال عن أبن امرأة عبادة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد أي حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى حنا يزيد أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبانة أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان بالشام وكان قد أدرك معاوية فأخبره أن المخداجي رجلا من بني كنانة أخبره أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكن أبا محمد أخبره أن الوتر واجب فذكر المخداجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أطبهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد ، أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصر فقال إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا نعم والله يا رسول الله إن لنفعل هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حدثنا يزيد قال حدثنا همام بن يحيى حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مئة عامين وقال عفان كما بين السماء إلى الأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش من فوقها وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: "سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة حدثنا أبو اليمان وإسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلامين قال إسحاق الأعرجي عن المقدم بن معدي كرب الكندي انه جلس مع عباده بن الصامت وابي الدرداء والحارث بن معاويه الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو الدرداء لعباده يا عباده كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة قال أسحاق في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنمولتيه فقال فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الحيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا ، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائمين ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به ، من الغم والهم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد المقاباة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان عبادة من الإثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء في السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ولا ننازع في الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم لائمين حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل إن يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. حدثنا سريج، حدثنا المعافى، حدثنا مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسين، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. في ناس من الأنصار يعودون فقال هل تدرون ما الشهيد فسكتوا فقال هل تدرون ما الشهيد فسكتوا قال هل تدرون ما الشهيد فقلت لامرأتي أسنديني فأسندتني فقلت من أسلم ثم هاجر ثم قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذاً لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة. حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وحميد عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه وإذا سري عنه قال خذوا عني خذوا عني ثلاث مرار قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جد مئة والرجم والبكر جد مئة ونفي سنة حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد ان الوتر واجب فقال عباده بن الصامت كذب ابو محمد اشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن فاتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه حدثنا ابو العلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاويه عن ايوب بن زياد حدثني عباده بن الوليد بن عباده حدثني ابي قال دخلت على عباده وهو مريض اتخيل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلموا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم. ثم قال أكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى حان موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أوصاني أبي رحمه الله تعالى فقال يا بني أوصيك أن تؤمن بالقدر خيره وشره فإنك إن لم تؤمن أدخلك الله تبارك وتعالى النار. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ، ثم قال له أكتب قال وما أكتب ؟ قال فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة حنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثني أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزرقية أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إيهاب وكانت لهم قال فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور فينزعه مني فيرسله ويقول أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة حان أبو أحمد الزبيري حدثنا سعد بن أوس الكاتب عن بلال بن يحيى العنسي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبن محيريز ، عن ثابت بن السمت عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، "ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسمين يسمونها إياه" حدثنا محمد بن بكر وروح وعبد الرزاق قالوا اخبرنا ابن جريج قال وقال سليمان بن موسى ايضا حدثنا كثير بن مره ان عباده بن الصامت حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض من نفس تموت ولها عند الله تبارك وتعالى خير تحب ان ترجع اليكم إلا المقتول وقال: روح إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. حان يونس بن محمد حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لا اشهدن لك ولئن شفعت لا اشفعن لك ولئن استطعت لا انفعنك ثم قال والله ما حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثًا واحدًا سوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم على النار حدثنا قتيبة مثله قال حرم الله تبارك وتعالى عليه النار حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين قال: حدثنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها. في العشر الأواخر فإنها في وتر في أحد وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن قامها ابتغاءها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إسحاق يعني الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلامين عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الحيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن ابن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي اثر عليه كربى لذلك وتربد وجهه عليه الصلاة والسلام فانزل الله تبارك وتعالى ذات يومين فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جد مائة ورجم بالحجارة والبكر جد مائة. ثم نفي سنة. حدثنا هاشم بن القاسم وعفان قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا وأن نقيم السنن بالعدل أينما كنا لا نخاف في الله لوم طالائمين قال عفان أسنتنا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح إن انه سمع جنادة بن ابي امية يقول سمعت عبادة بن الصامت يقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اي العمل افضل قال الايمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال السماحة والصبر قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به حثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلامين عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب بعير فقال أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم حدثنا معاوية ، حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم حدثني يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: عبادة بن الصامت أبو الوليد بدري عقبي شجري وهو نقيب. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد القطان عن يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبانة عن أبن محيريز عن رجل من بني كنانة قال: يقال له المخداجي قال: كان بالشام رجل يقال له أبو محمد قال: الوتر واجب قال: فرحت إلى عبادة فقلت: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد من أتى لم يضيع منهن شيئًا جاء وله عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن ضيعهن استخفافًا جاء ولا عهد له. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد: أن يخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان فرفعت فقال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاح رجلان فرفعت فالتمسوها. في التاسعة والسابعة والخامسة حدثنا عبيدة وقال التمسوها في التاسعة التي تبقى حنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه وحجاج قال حدثني شعبه وعن قتاده عن انس عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج في حديثه سمعت انس عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المؤمن أو المسلم جزء من ستة جزءا من النبوة حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل حتى خص الملح. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا لعبادة. فقال عبادة: لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائمين حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلامين الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلثة حثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذائي عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلف فيه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، عن أبن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله تبارك وتعالى ولا ينوي في غزاته إلا عقالا فله من نوى قال بهز في حديثه حدثنا جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة حان إسماعيل حدثنا سلامة بن علقمة عن أبن سيرين حدثنا مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابنه هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وقال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب يجلد ويرجم والبكر يجلد وينف. فحدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث ابن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال: سمعت أبا قلابة يحدث ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ على النساء أو الناس أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نغتب ولا يعض بعضنا بعضا ولا نعصيه في معروف فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه فهو كفارة له ومن أخر فأمره إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر حدثني ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتاء تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصونه في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له طهور ومن ستره الله فذاك إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال عبد الرزاق فعوق بابه في الدنيا فهو له طهور أو قال كفارة حَدَّثَنَا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله أخي بن رقاش عن عبادة بن الصامت أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأوحي إليه ذات يومين. فلما سري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جد مئة ثم رجما بالحجارة والبكر بالبكر جد مئة ثم نفي سنة حدثنا الوليد بن مسلمين حدثني الأوزاعي عن عمير بن هاني إن أنه حدثه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك. حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن حيان أبي النضر ، أنه سمع من جنادة يحدث عن عبادة بمثله. حدثنا الوليد قال: حدثني ابن ثوبان الله عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني، حدثه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال ما لم يأمروك بإثمين بواحا حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض. الفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش وإذا سألتم اله فاسألوه الفردوس حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن حيوة وعتاب قال حدثنا عبد الله أخبرنا حيوة ، عن عمر بن مالك المعافري أن رجلا من قومه أخبره أنه حضر ذلك عام المضيق. أن عبادة بن الصامت أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقالا قبله أن يقسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتركه حتى يقسم." وقال عتاب حتى نقسم ثم إن شئت أعطيناك عقالًا وإن شئت أعطيناك مرارًا. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا حرب حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له حثنا عبد الملك بن عمرو وحدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه قال يا رسول الله أخبرنا عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في رمضان تمسوها في العشر الأواخر فإنها وتر في أحد أو ثلاث وعشرين أو خمس أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حثنا هاشم حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي بحي عن عبادة بن الصامت أنه قال أني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب وإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تبارك وتعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في وجهه من بئرهم مرتين أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن ، لم يقرأ بأم القرآن حدثنا عفان وحدثنا بهز قال حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربع الأنصاري. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه فيها القراءة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إني لا أراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر قال قلنا أجل والله إذا يا رسول الله إنه لهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق يعني محمدا عن مكحول عن محمود بن الربيعي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: تقرؤون؟ قلنا: نعم يا رسول الله، فلا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. حثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى حدثنا كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله عز وجل خير تحب أن ترجع إليكم ولها الدنيا إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى" حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ، لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عباده بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته اقبل علينا بوجهه فقال اني لا اراكم تقرؤون خلف امامكم اذا جهر قال قلنا اجل والله يا رسول الله هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حسن عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا قال أبي رحمه الله فيه يعني حديث عبد الوهاب كلام غير هذا وهو منكر يعني حديث حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثنا محمد بن يحيى بن حبانة عن عبد الله بن محيريز عن المخداجي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في لا أقول حدثني فلان ولا فلان خمس صلوات أفترضهن الله على عباده فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئًا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لقيه ولا عهد له ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابه عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنازعه الله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن بواء يقول على السواء حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتره بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلاكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله ، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو بكر بن حفص أخبرني قال سمعت أبا مصبح أو أبن مصبح شك أبو بكر عن أبن الصمت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة حسن سليمان بن داود الهاشمي اخبرنا اسماعيل اخبرنا عمرو عن المطلب عن عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلمين حدثني يزيد يعني ابن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم حثنا عبد الصمد حدثنا ثابت عن عاصمين عن سلمان رجل من أهل الشام عن جنادة عن عبادة بن الصامت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشده ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ احسن برء فقلت له دخلت عليك غدوه وبك من الوجع ما يعلم الله بشده ودخلت عليك العشيه وقد برئت فقال يا أبن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برقية برئت ألا أعلمكها قلت بل قال بسم الله أرقيك من ، كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعي بسم الله يشفيك. أثنى زيد بن الحباب أخبرنا عبد الرحمن بن ثوبان عن عمير بن هانئ أنه سمع جنادة بن أبي أمية الكندي يقول: "سمعت عبادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جبريل أتاه وهو يرعيد فقال: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من حسد حاسد وكل عين واسم الله يشفيك". حدثناه علي بن عياش حدثنا ابن ثوبان فذكر مثله: "إلا أنه قال من حسد حاسد ومن كل عين اسم الله يشفيك حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلامين عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فاتقى الناس، فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نافينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنازلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفل ويقول لي يا رد قوي المؤمنين على ضعيفهم حسنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عباده بن الصامت قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فقال هي في شهر رمضان فالتمسوها في العشر الاواخر فانها وتر ليله احدى وعشرين او ثلاث وعشرين او خمس وعشرين او سبع وعشرين او اخر ليله من رمضان من قامها احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحجعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجزاء فإن ألبس عليكم قال يزيد ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا قال يزيد تروا ربكم حتى تموتوا. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليله القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فان الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهي ليله وتر تسعا او سبعا او خامسه أو ثالثة أو آخر ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة سجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ حدثنا أبو المغيرة حدثنا بشر بن عبد الله يعني ابن يسار السلمي قال حدثني عبادة بن نسين عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل فاذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه الى رجل منا يعلمه القران فدفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت اعشيه عشاء اهل البيت فكنت اقرئه القران فانصرف انصرافه الى اهله فراى أن عليه حقاً فأهدى إليّ قوساً لم أر أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطفاً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني حميد بن عبد الرحمن اليزني أن رجلا سأل عبادة بن الصامت عن قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال عبادة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سألتني عن أمر ما سألني عنه أحد من أمتي تلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له حدثنا أبو اليمان حدثنا أبن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآت الزكاة وسمع وأطاع فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء ولها ثمانية أبواب ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآت الزكاة وسامع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه حدثنا الحكم بن نافع عن أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين حدثني إسماعيل بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث فقال عبادة لأبي هريرة يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بايعناه على السمع والطاعة في النشط والكسل وعلى النفقة في اليسر والعسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لوم طالائمين فيه وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعنا عليها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما رسول الله وفى الله تبارك وتعالى بما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان: «أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله فإما تكن إليك عبادة وإما أخلي بينه وبين الشام». فكتب إليه: أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة فبعث بعبادة حتى قدم المدينة فدخل على عثمان في الدار وليس في الدار غير رجل من السابقين أو من التابعين قد أدرك القوم فلم يفجأ عثمان إلا وهو قاعد في جنب الدار فالتفت فالتفت اليه فقال يا عباده بن الصامت ما لنا ولك فقام عباده بين ظهري الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول انه سيلي اموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء السكسكي عن معاذ بن سعد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما مدة أمتك من الرخاء؟ فلم يرد عليه شيئا حتى سأله ثلاث مرار كل ذلك لا يجيبه. ثم انصرف الرجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ فردوه عليه فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي مدة أمتي ، من الرخاء مئة سنة قالها مرتين أو ثلاثًا. فقال الرجل يا رسول الله فهل لذلك من أمارة أو علامة أو آية؟ فقال: نعم الخصف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس حسن الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن عبد الرحمن بن حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابه وكانوا اذا نزلوا انزلوه اوسطهم ففزعوا وظنوا ان الله تبارك وتعالى اختار له اصحابا غيرهم فاذا هم بخيال النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا حين راوه قالوا يا رسول الله اشفقنا ان يكون الله تبارك وتعالى اختار لك اصحابا غيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى أيقظني فقال: يا محمد إني ، لم أبعث نبيًا ولا رسولًا إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه فاسأل ، فاسأل يا محمد تعطى ، فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال: أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم، فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي ، من النار فينبذهم في الجنة. حدثنا محمد بن كثير القصاب البصري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين عن حرب بن شدد قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول بلغني أن النقباء اثنا عشر فسمع عبادة فيهم قال قرأت على يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبن إسحاق قال عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرام بن فهري بن ثعلبة في الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى حدثنا يحيى بن عثمان أبو زكريا النصري الحربي حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي سلمين عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا ، في شأن الأخماس ، فقال عبادة: قال إسحاق يعني ابن عيسى في حديثه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنمولتيه فقال فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الحيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائمين ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها الجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدول وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتالتها الأخرى وقضى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو آمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: من الكهان قال: "وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى ، أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال: "وكان تلك الطريق سمي الميتاء وقضى ، في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل. النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين. ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى ، أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين. من الميراث بالسدوس بينهما بالسواء وقضى أن من اعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالمين حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ وقضى في ديه الكبرى المغلظه ثلاثين ابن طالبوء وثلاثين حقه واربعين خليفه وقضى في ديه الصغرى ثلاثين ابن طالبوء وثلاثين حقه وعشرين ابنه مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا ذكورا ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فاتمها عمر اثني الفا حساب ثلاث اواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرامين عشرين ألفا قالا فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب. ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. حدثنا عبد الله حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة أن عبادة قال من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصلت عن اسحاق بن الوليد بن عباده عن عباده ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن قال قال عبادة بن الصامت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللاتي يأتين الفاحشة إلى آخر الآية قال ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه وتربد وجهه وكرب لذلك فلما رفع عنه الوحي قال خذوا عني قلنا نعم يا رسول الله قال قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جد مئة ثم الرجم قال الحسن فلا أدري أمن الحديث هو أم لا قال قال فإن شهدوا أنه ما وجد في لحاف لا يشهدون على جماع خالطه به جد مئة وجزت رؤوسهما حدثنا عبد الله حدثنا علي بن شعيب البزار حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي أخبرني أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى قال: وكان أميرا على الرقة. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق، أو يوبقه ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم حدثنا عبد الله حدثنا أبو أحمد مخلد بن الحسن بن أبي زميل أملاء من كتابه حدثنا الحسن بن عمرو بن يحيى الفزاري ويكن أبا عبد الله ولقبه أبو المليح يعني الرقية عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلمين قال دخلت مسجد حمصة فاذا فيه حلقه فيها اثنان وثلاثون رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيهم شاب اكحل براق الثنايا محتب فاذا اختلفوا في شيء سالوه فاخبرهم فانتهوا الى خبره قال قلت من هذا قالوا هذا معاذ بن جبل قال فقمت الى الصلاه قال فاردت ان القى بعضهم فلم اقدر على احد منهم انصرفوا فلما كان الغد دخلت فاذا معاذ يصلي الى ساريه قال فصليت عنده فلما انصرف جلست بيني وبينه الساريه الساريه ثم احتبيت فلبثت ساعه لا اكلمه ولا يكلمني قال ثم قلت والله اني لا احبك لغير دنيا ارجوها اصيبها منك ولا قرابه بيني وبينك قال فلاي شيء قال قلت لله تبارك وتعالى قال فنثر حبوتي ثم قال فابشر ان كنت صادقا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء قال ثم خرجت فالقى عباده بن الصامت قال فحدثته بالذي حدثني معاذ فقال عباده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال حقت محبتي على المتزاورين في وحقت محبتي على المتباذلين في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الاوزاعي حدثني رجل في مجلس يحيى بن ابي كثير عن ابي ادريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فجلست الى حلقه فيها اثنان وثلاثون رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث ثم يقول الاخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث قال وفيهم رجل ادعج براق الثنايا فإذا شكوا في شيء ردوه إليه ورضوا بما يقول فيه. قال: فلم أجلس قبله ولا بعده مجلسًا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. قال: فبت بليلة ما بت بمثلها. قال: وقلت: وقلت أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله فلما أصبحت غدوت إلى المسجد. فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع إلى بعض أسطوانات المسجد فجلست إلى جانبه. فلما انصرف قلت يا عبد الله والله إني لا أحبك لله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه ثم قال إنك لتحبني لله قال قلت إي أيوة والله أني لا أحبك لله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال فقمت من عنده فإذا أنا برجل من القوم الذين كانوا معه قال قلت حديثا حدثنيه الرجل قال اما انه لا يقول لك لك الا حقا قال فاخبرته فقال قد سمعت ذلك وافضل منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ياثر عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للذين يتحابون في وحقت محبتي للذين يتباذلون في وحقت محبتي للذين يتزاورون في قال قلت من؟ أنت يرحمك الله قال أنا عبادة بن الصامت قال قلت من الرجل؟ قال معاذ بن جبل حدثنا عبد الله حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سناء عن يعلى بن شداد قال سمعت عبادة بن الصامت يقول عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال هل تدرون من الشهداء من أمتي مرتين؟ أو ثلاثا فسكت وفقال عبادة أخبرنا يا رسول الله فقال القاتل في سبيل الله شهيد والمبتون شهيد والمطعون شهيد والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير بن نوفير ان عباده بن الصامت حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الارض من رجل مسلمين يدعو اله عز وجل بدعوه الا اتاه الله اياها او كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باثمين او قطيعه رحمين حدثنا عبد الله حدثنا السويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن سليمين عن ابن خثيمين عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه عبيد عن عباده بن الصامت قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيلي اموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تعالى فلا تعتلوا بربكم حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبن أخت عبادة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها.» فقال رجل: «يا رسول الله فإن أدركت معهم أصلي. قال إن شئت. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الواحد بن غياث وإبراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا؟ قال إبراهيم في حديثه في سبيل الله عز وجل ولا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله منوى. حدثنا محمد بن عباد مكي وأبو مروان العثماني محمد بن عثمان بن خالد قال: حدثنا أبو ضمرة عن ابن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزرقية أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر أبي إيهاب وكانت لهم فرآني عبادة وقد أخذت العصفور فانتزعه مني وأرسله وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة وكان عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا الفضل بن دكي حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السباخي حدثنا أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير حدثنا عبد الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني من لا اتهم من اهل الشام عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال قال الله اكبر الحمد لله لا حول ولا قوه إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء الحشر حدثنا عبد الله حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرحه في جسده جراحة فتصدق بها كفر الله عز وجل عنه بمثل ما تصدق به. حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد حدثني أبو هاني الخولاني ، عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تعالى: ردوه فيردوه قال له: لم اتفت؟ قال: إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة قال: فيؤمر به إلى الجنة فيقول: لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك ما عندي شيئا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل أبو معمر الهوذلي حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق عن جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن سالمين الكوفي المفلوج وكان ثقة حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم فيقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه إياكم والغلولة فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة أدوا الحيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا في سبيل الله تعالى القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة أنه لا ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا يأخذكم في الله لومة لائمين